أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأيي. قلق عالمي كبير بسبب فيروس كورونا، تخطي أعداد المصابين 138 ألف في 131 دولة. هناك رعب عالمي. منظمة الصحة العالمية ذكرت بأن الوباء أصبح بؤرته في الدول الأوروبية. دولة مثل أوكرانيا والنرويج قررت إغلاق حدودها بالكامل. كل هذا الأمر يعبر عن قلق كبير. أيضا شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بأن أمريكا تعلن حالة الطوارئ وأنه أغلق جميع الرحلات أمام الداخلين إلى الدول الأمريكية وخاصة من الدول الأوروبية باستثناء دولة وحيدة هي الدولة البريطانية. أحبائي المشاهدين، هناك أيضا حالة كبيرة جرت على السوشيال ميديا تعاطفا مع دولة الكويت والتي تشهد إجراءات غير مسبوقة بالمرة. هذا الأمر ترجم في قرارهم بمنع صلاة الجمعة والاكتفاء فقط برفع الأذان والجميع يصليها ظهرا في البيوت. على ذكر هذا الأمر، هناك مقطع انتشر بشكل كبير لمؤذن في أحد المساجد بدولة الكويت وهو يبكي أثناء رفع الأذان وعقب رفع الأذان وهو يقول صلوا في بيوتكم. دعونا نشاهد هذا المقطع ثم نعود معكم بعده لكي نستكمل حلقة الليلة من برنامج رأي. عدنا لكم مجددا. هذا المقطع بالفعل صاحبه تعاطف كبير جدا وحالة كبيرة من الحزن عمت السوشيال ميديا في مختلف الدول العربية، وذلك لقرارات التي خرجت بمنع صلاة الجمعة. أيضا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ولفضيلة الشيخ أحمد الريسوني رئيس هذا الاتحاد أخرج بيانا ذكر فيه بأنه بالفعل لابد من منع صلاة الجمعة وأيضا صلاة الجماعة في الدول التي تنتشر فيها فيروس كورونا، واستندوا على حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. أيضا استندوا للآية الكريمة التي تقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الأمور توضح حجم المعاناة والمأساة وأيضا حجم الأزمة الكبيرة التي تواجه دول العالم، خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن ضرورة التكاتف من أجل مواجهة هذا الوباء. الكويت أيضا منعت التجمعات
وكما ذكرت لحضرتكم فإن الدول الأوروبية بها حالة كبيرة من الخوف، وخاصة في الدولة الإيطالية. بالأمس فقط أعلنوا عن وفاة 250 حالة، الإصابات هناك تزداد بشكل كبير، الجميع أصبح في حالة حجر صحي منزلي. الشرطة تقوم بالقبض على كل شخص يحاول النزول للميادين العامة. هناك حالة كبيرة من التخوفات، البعض أرجع ما حدث في إيطاليا إلى أنه لم تكن هناك يعني مبالاة بما أوصت به منظمة الصحة العالمية، وأن الجميع كان ينزل للشوارع ويمارس حياته بشكل طبيعي للغاية. ولكن مع الأسف الشديد الفيروس انتشر بقوة وأصبحت الدولة الإيطالية بؤرة، وبلا شك أن دول العالم أصبحت الآن لا تريد للطليان القدوم لأراضيها، حتى أن الحكومة الإيطالية قررت أن تكون في معزل عن العالم، لا تستقبل ولا أيضا ترسل أي من الأشخاص، حتى أن النجم العالمي كريستيانو رونالدو والذي يلعب في نادي اليوفنتوس قرر مغادرة الأراضي الإيطالية والتوجه للبرتغال، وقرر عدم العودة مرة أخرى إلى إيطاليا. أيضا هناك حالة كبيرة من التخوفات، حتى أنه في مجالات الرياضية شاهدنا الكالتشيو الإيطالي يتم تعليقه وإيقافه حتى نهاية مايو، ويبدو أنه لن يستكمل في ظل هذه الأوضاع. أيضا كان هناك حديث عن أنه مدافع نادي اليوفنتوس أصيب بكورونا، وهناك تخوفات على باقي اللاعبين منهم ديبالا التي خرجت بعض الأخبار تشير إلى إصابته بكورونا. إذن نحن نتحدث عن نجوم عالميين أصيبوا بهذا المرض. أيضا فيما يتعلق بالدولة الإيطالية، يمكن حالة الوفاة التي وقعت داخل مصر والتي جاءت لسيدة في 60 من عمرها بمحافظة الدقهلية وتدعى باسم عطيات محمد إبراهيم، والتي لقت حتفها نتيجة فيروس كورونا، أتتها الإصابة بهذا المرض عقب احتكاكها بسيدة إيطالية متزوجة من مصري. هذا المصري توفى وقررت الذهاب به لكي تدفنه في قريته بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، وأثناء العزاء واحتكاكها بالمصريين أصيبت هذه السيدة جراء احتكاكها بتلك السيدة الإيطالية. هذا الأمر يعيدنا لتصرفات الحكومة المصرية التي تنتهج منهج مخالف تماما لحكومات العالم، بالرغم أيضا من حديث العالم أجمع عن أنه لابد من عدم الاحتكاك بالمصابين، إلا أنه الحكومة المصرية يعني اتخذت منحنى مخالف. ولكن بعيدا عن الحكومة المصرية، هناك حالة كبيرة من الرعب لدى العالم أجمع، وهذا الأمر انعكس صداه في العديد من الدول العالمية. يبدو أنه فضيلة الشيخ محمود طراد الباحث الإسلامي ينضم إلينا الآن. أهلا بحضرتك يا دكتور محمود. طيب سنأتي به لاحقا، ولحين أن يجهز معنا الدكتور محمود دعوني أتحدث معكم حول الإجراءات الصحية المتبعة في العديد من الدول العربية، منها مثل المملكة العربية السعودية والتي أعلنت فقط بالأمس عن وجود 40 حالة إصابة. نتحدث عن 21 من المصابين من المصريين أتوا إليها بالأمس فقط، وهناك أيضا في الكويت 5 في الأمس أتوا من مصر، ولكن هناك إجراءات احترازية متبعة هناك بشكل كبير جدا. نتحدث عن أنه الحرم المكي أصبح فارغا، ومع الأسف الشديد هذا الأمر انعكس صداه على حالة حزن كبيرة في السوشيال ميديا، حتى أننا سنلاحظ أن الحرم المكي أصبح خاليا، حتى أن هناك مقطع فيديو انتشر بشكل كبير للغاية سنقوم بعرضه لاحقا لسرب من الطيور يطوف حول الحرم. هذا المقطع انتشر بقوة، لكن أيضا هناك تخوفات كبيرة تبقى مع الدول العربية. دولة لبنان أعلنت عن عدة حالات وفاة، وأيضا حتى الآن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن جهود كبيرة في محاولة إصدار لقاح يعيد أو يواجه هذا المرض الفتاك، لكنه حتى الآن الأحاديث تتحدث أنه حتى الآن لم يتم تجربة الأدوية أو تلك اللقاحات على البشر. هم يتحدثون أنهم في طور من الممكن أن يقوموا بتجريبه على الفئران، إلا أنه حتى الآن على البشر لم يتم تجريبه. حتى أنه أكثر المتفائلين من هؤلاء العلماء يتحدثون عن إمكانية إنتاج هذا اللقاح في نوفمبر
المقبل، ما يجعل العالم يواجه أزمة حقيقية في تلك الظروف الراهنة. فيما يتعلق بالدولة التركية مثلا والتي تتواجد داخل النطاق الأوروبي، إلا أنها في معزل بعض الشيء، أعلنت عن 5 حالات إصابة. البداية كانت لحالة قادمة من الدولة الإيطالية ونتيجة الاحتكاك بها أصبحوا 5. الدولة التركية أصبحت تتخذ بعض من الإجراءات الاحترازية، تمثلت في تعطيل الدراسة لمدة 1 أسبوع وتعطيل الجامعات لمدة 3 أسابيع. في تركيا أصبحوا يفكرون بشكل مختلف بعض الشيء، بمعنى أنهم أعلنوا أنه سيمكن تدريس المناهج الدراسية عبر القنوات الإعلامية وتحديدا قنوات التريتي، وأيضا عبر الإنترنت. نتحدث أنه يشيروا للطلاب بدخول الإنترنت من أجل متابعة الدروس، إلا أن وزير التربية والتعليم أعلن أن هذه الآلية وتلك المنهجية سيتم مناقشتها وسيتم الشروع في البدء بها عقب هذا الأسبوع. إذا نتحدث عن إجراءات احترازية كبيرة، حتى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر عدم مغادرة البلاد في تلك الظروف الصعبة، وأعلنوا أيضا منع كل الموظفين الحكوميين من مغادرة الأراضي التركية إلا بإذن من الحكومة. أيضا هذا الأمر يشير إلى وجود تخوفات كبيرة للغاية. عموما ينضم إلينا الدكتور محمود طراد لكي يطلعنا على آخر تطورات الأوضاع في دولة الكويت الحبيبة. أهلا بحضرتك يا دكتور محمود. أهلا بحضرتك العلاء، وأهلا بمشاهديك الكرام، يا مرحبا. أهلا بحضرتك دكتور محمود. هناك حالة كبيرة من القلق والخوف على المتواجدين في دولة الكويت، لو تطلعنا على آخر تطورات الأوضاع، خاصة مع مقطع الفيديو الذي قمنا بعرضه قبل قليل للمؤذن وهو يبكي أثناء الأذان، وذلك نظرا لقرار الحكومة المتعلق بمنع صلاة الجمعة داخل المساجد، وذلك خوفا من انتشار هذا الفيروس. تمام أستاذنا، يعني خلينا أكلم حضرتك المشاهدين بصفتي مقيم في الدولة ليس إلا ما يحدث الآن هو حالة من الاحتراز التي تقوم بها كثير من الدول. لم تكن الكويت الأولى في اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية. نعم. وصراحة يعني هي إجراءات قوية جدا إلى الآن. يعني ربما هذا أقصى ما تقوم به الدولة من منع التجمعات حتى داخل المساجد أو داخل الحدائق العامة أو في الدوامات في الشغل والكلام ده، تحسبا لانتشار أي حالات أخرى، وحتى يتم حصر الحالات التي ربما كانت حاملة للفيروس وقادمة من دول أخرى. ليس هناك انتشار بين الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، ربما الناس يتابعون البيانات التي يخرج بها متحدث رسمي لوزارة الصحة، كلها يعني للقادمين من الخارج كما نسمع، خاصة بالطائرة التي كانت قادمة من إيران أو مرتبطة بالسفر إلى إيران. لكن ما حدث بالأمس في قضية صلاة الجمعة وصلوات الجماعة هي خطوة استباقية أكبر من حيث الاحتراز، حتى لا تحدث أي مخالطات لحالات كانت قد دخلت قبل ذلك دون الكشف عنها. دكتور محمود، لها إدارية. نعم، هذا الأمر أيده بيان الصادر اليوم للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي أيضا طلبت حكومات العالم وتحديدا الحكومات العربية والإسلامية بأنه بالفعل يجوز منع صلاة الجمعة وصلاة الجماعة إذا ما كان يتواجد فيروس كورونا في هذه الدول، أو أن هناك تخوفات من انتشار هذا الفيروس، فبماذا تعلق؟ أقول لبعض الناس الذين ينكرون مثل هذه القرارات وينزعجون منها، أوصل لهم رسالتين أستاذ علاء من خلال شاشة حضرتك. الرسالة الأولى، هناك باب في الفقه يسمى باب الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات، منها أن يكون الإنسان مريضا أو أن يخاف على نفسه المرض أو على ماله من الضياع. الشريعة لا تقول اذهب صلي في المسجد ويحدث لك ما يحدث، لا، الشريعة تقول لا يريدن ممرض على مصح، وتقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقول ولا تقتلوا أنفسكم. هذه إطارات عامة للشريعة. كتب الفقه كلها مليئة بالنصوص التي تدل على أن العبد إذا خاف، يعني إذا خاف في مثل هذه الحالة على نفسه أو على غيره أن يحدث مرض، فتترك صلاة الجماعة. هذه الرسالة الأولى.
الرسالة الثانية أن الشريعة تعطي الأجر كاملا للناس في بيوتهم. بعض الناس يعني غيرة يعني سامحني إذا قلت يعني قلة فهم للنص أو للحكم يقول نريد أن نصلي من أجل الصلاة ومن أجل الجماعة ومن أجل التضرع. أنا أقول له يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب لهم أجرهم كان يفعله صحيحا مقيما. يعني لك الأجر كاملا ولك الأجر لأنك تتقي شر الأمراض والأسقام وتقي إخوانك منها. هذه واحدة. الأمر الثالث أنه ليس هناك علاقة بين ترك المسجد وترك القنوت والدعاء لله سبحانه وتعالى. القنوت أيضا يبقى على المسلمين أن يبقى قنوتهم في صلاتهم ولو منفردين من السنة بالنوازل أن يقنت الإمام في الجماعة. طيب إذا لم تكن هناك جماعة من السنة أن يقنت الإنسان في صلاته ولو منفردا. فالاتحاد العالمي حين يقرر ذلك نعم هذا إقرار صحيح وهذه القرارات يعني نؤكد على أنها قرارات بالفعل مطابقة لقواعد الشريعة بل وللتفاصيل الصغيرة التي جاءت لحماية النفس البشرية من الأمراض. وعلى كل دولة في الآن في العالم بالفعل أن تتقي بمثل هذه القرارات أذى المسلمين لأن الفيروس كما تعلم حضرتك ينتشر عياذا بالله تعالى دون ظهور أعراض ثم تظهر الأعراض بعد ذلك. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين جميعا. اللهم آمين. حفظكم الله وإيانا. طيب دكتور محمود لو تطلعنا على آخر تطورات الأوضاع في الكويت، هل الحياة العامة تسير بشكل طبيعي أم أن هناك تخوفات كبيرة أم أن الشوارع يعني خالية بشكل كبير؟ لا الشوارع ليست خالية ولا شيء، ولكن هو مجرد نداء لإلزام التزام البيوت وعدم الخروج إلا يعني لقضاء الحاجيات الضرورية فقط. يعني الجمعيات التعاونية مفتوحة، السوبر ماركات مفتوحة، الصيدليات مفتوحة، كل الخدمات موجودة، لكن النداء للمواطنين والمقيمين عدم التواجد في أماكن مزدحمة أو التسبب في إيجاد زحام في مكان ما يعني وقاية للمواطنين والمقيمين. والحياة تسير بطريقة طبيعية جدا، يعني ليس هناك قلق، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني الأمل في الله عز وجل كبير ألا يكون هناك تنديد وأن يتم السيطرة الكلية في هذا البلد وفي بلاد أخرى على الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. طب مشاعر أهل الكويت في تلك المرحلة الحرجة، هل هناك حالة كبيرة من الخوف أم حالة كبيرة من الترقب أم أنه هناك حالة كبيرة من الإطمئنان بأن تلك الأزمة ستمر بإذن الرحمن؟ صراحة يعني أنا أجد أن في نسبة كبيرة جدا من الإطمئنان، يعني أرى ذلك في بعض أصدقائنا وبعض أحبابنا من الإخوة الكويتيين في إطمئنان كبير جدا. ولذلك تجد بعض الناس مشاعرهم يعني يقول لك يعني الأمر يسير ونريد أن يعني نصلي في المسجد وكذا، يعني ليس لو كان هناك حالة من الذعر بالفعل ما كنا سنرى. ونحن نعمل في يعني قريبين من هذه المساجد، بعض الناس يريد أن يدخل المسجد ويصلي الجماعة عادي وهناك اطمئنان. طيب. الشوارع أنا أكلمك الآن وقد كنت خارجها خرجت منذ قليل، فيها السيارات والمحلات يعني فيها المواطن وفيها المقيم، هناك حالة اطمئنان. لكن لا شك لا أنكر أن كل إنسان في داخله ربما يكون عنده تخوف على نفسه هناك تخوف في العالم كله لا ينكر، لكن لم تقف الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأتمنى على الناس أنهم لا يصلوا فعلا بهذا الموضوع إلى درجة التهويل فتقف حياتهم عند نقطة معينة أو يهونوا منها فينتشر الفيروس. لا، التعامل بوسطية وعقلانية هو منهج دكتور محمود. وحضرتك إمام مسجد في الكويت، ما هي المشاعر لديك في هذه الأوقات خاصة مع هذه القرارات؟ صراحة زعلاء، يعني لأول مرة نعيش مثل هذا الجو، يعني نحرم جميعا من إقامة الصلاة وهي إن كانت رخصة وقرار شرعي صحيح، لكن لا شك أننا يعترينا حزن أن هناك وباء أو بلاء يحول بيننا وبين إقامة هذه الشعيرة العظيمة سواء الجمعة والجماعة. نعم هي رخصة، لكن يعني ألم في النفس قد رأينا سمعنا أصوات المؤذنين وهي تبكي مفارقة الجماعة بشكل مؤقت. هناك مشاعر حزينة
لكن عزاؤنا أنها رخصة وأن الله سبحانه وتعالى يكتب الأجر للناس كاملا، ونأمل من الله سبحانه وتعالى ألا يتم حرماننا من هذا التجمع. طيب. اللهم آمين. طويل. اللهم آمين. دكتور محمود، البعض ذكر بأن هناك تخوفات كبيرة من المصريين القادمين لدولة الكويت أو المصريين المقيمين داخل الكويت، وذلك بعد أحاديث كثيرة عن أنه بعض المصريين القادمين للكويت مصابين بفيروس كورونا، فهل هذا الأمر حقيقي؟ لا، أعتقد أن مثل هذا الأمر لابد في الرجوع إليه في أحاديث وزارة الصحة، هي أعتقد هي المعنية، لكن حتى الآن. طيب، هي تحدثت عن أنه بالفعل في حالات قادمة من مصر مصابة بفيروس كورونا، لكن أنا أتحدث عن تعامل الكويتيين مع أشقائهم المصريين في هذا الوضع. لا، يعني الوضع يخيم علينا، كل إنسان مشغول بنفسه الآن، وفي يعني كل مكان هتجد فيه يعني اختلافات الآراء الخاصة لإدارة، ليس لها، ليست خاصة بفرد معين أو فئة معينة. نعم. يعني أنا أرى أن قرارات الكويت عندما صدرت لمجموعة كبيرة من الدول، من ضمنها مصر أو بنجلاديش أو الهند. لا، نعم. قرار عام لحماية المقيم. صحيح. صحيح. نتفق مع حضرتك. نعم. تمام. طب دكتور محمود، اسمح لنا بأن نشاهد مقطع الفيديو المؤثر التالي، والذي انتشر بقوة عبر السوشيال ميديا لبكاء إمام الحرم أثناء الصلاة داخل الحرم، وذلك بسبب خلو الحرم من المصلين بسبب فيروس كورونا. دعونا نشاهد. عدنا لكم مجددا. دكتور محمود، مشهد صعب للغاية، ماذا تعلق ولكن في أقل من دقيقة؟ أعلق يعني الذي يشعر أو يتعلق قلبه بالمسجد لا يرضى أن يمنعه وباء مثل هذا الوباء الذي أسأل الله أن يعافينا منه، يعني يريد أن يعود سريعا. الذي يتعلق قلبه بهذه الشعيرة العظيمة بالتأكيد لن يفرح، لن يفرح، لن يفرح ببعدي عنه. نعم. نتمنى أن طيب. أن يعافينا الله سريعا ونعود إلى مساجدنا. دكتور محمود، في أقل من دقيقة، معلش، ونحن نعيش في هذه الأوقات صعبة للغاية، لو تدعو لنا على الهواء مباشرة ببعض من الأدعية ونحن نؤمن خلفك. أدعو ويؤمن إخواننا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الحالة. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. آمين. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم احفظنا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا. آمين. والمسلمين. آمين. اللهم أنقذ العالم من هذا الوباء يا رب العالمين. آمين. أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. آمين. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. آمين. على صلاة السلام. اللهم آمين يا رب العالمين. دكتور محمود طراد، الباحث الإسلامي وإمام أحد المساجد في الكويت، أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في حلقة الليلة من برنامج رأيي. كما أشكركم أيضا، جزانا لكم كل خير، كما أشكركم أيضا أحبائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا في حلقة الليلة، ونراكم بإذن الرحمن غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.